بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
وجيء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العلي.